قال بريسن ماكلوغلن الأستاذ المتخصص في الأمن القومي والعضو السابق في قوات المينورسو بالصحراء، قال في برنامج مع المغرب من واشنطن الذي ستبثه قناة ميديا تيفي مساء الأحد في 9:30 ليلا، إن منطقة تندوف منطقة تفتقد لشروط العيش كالماء الشروب مثلا. كان بإمكاننا الدخول إلى بعض المخيمات في تندوف أثناء زيارتنا، وهي منطقة بدائية للغاية رغم بعض محاولات التنظيم. فإذا أردت الحصول على مياه فعليك أن تنزل دلوا إلى عمق بئر، وبذلك فهي ليست حضرية وبها ظروف صحية غير مواتية في ظل الوباء.